سلام الاخوان، عندما كتشوفوا هذه الكارثه في الطوار ديال افنسو منطقه اقليم دار ودند، الكابلي ديال الطوب الخيط ماشي خيط صغير، كابلي كبير راه ماشي بعيده، هو غير حدايا جات دري صغار يصلو غي طايح تقريبا من اخر شتا فاتت في شهر جوج ولا ما عرفتش شهر ثلاثه، لا فان ديال جوج ولا فان ديال ثلاثه، لفان ديال جوج الاول ديال ثلاثة تقريبا ما بين جوج ثلاثة، وهذا البوط طايح ولكن اللي مسوق ليه ولكن ما عرفت الجامعة ولا ما عرفت الشركة ولا شكون اللي مكلف بهذا الشيء، هذا كان شي واحد يفسر لينا يا من الجامعة يا من الشركة، شي واحد يفسر لينا تقريبا شي 3 شهور هو شحال هو طايح، حنا ما كاين اللي مسوق قريب الخيط يعني جابت معرض كاش عم بغلط فيه، الناس اللي فهموا هادشي يشرحوا لينا، والبوط طايح على الدار تقريبا هادي 3 شهور الا ما قلنا اكثر، وجاب دير منو ثلاثه د العائله جاب دير منو الضو، يلاه واه كاين اللي مسوق ما كاين اللي شغلك هذاك موت ولا حياه ولا حياتك هذيك، ولا سير جيب معلمي قادو ليك ولا حفر لي ثاني، المهم شغلك هذاك، كاينش اللي مسوق لهاد الشيء، كاين اللي مسوق راه ماشي كاينش 3 شهور هو هكا، يلاه انت شوف تفرج حتى هاد الخيوط مجبودين من هذا دابا هادشي دري صغير ولا من عائلة ولا شي سيركوي ولا شغلكم هذاك انتم، المهم يلاه خليتكم على خير.